فأكثر العيب الآن إننا نعيب فيهم أو نشكك فيهم، وإلا يبقى ناس ليس عندهم أصلا مسحف علم ولا تقوى. والحمد لله الذي شرف هذه الأمة بنعمة الإسناد والأنساب والإعراب، ولا توجد أمة أصلا من أمم الأنبياء السابقة كانت عندها علم الإسناد ولا الأنساب ولا الإعراب، ولذا ضاع دينهم. وتصور أنت الثلاث أسلحة دي هي دي اللي حفظت ديننا. والأنساب مهم، لأن الأنساب جزء من الإسناد، لأن النسب الإسناد هو النسب العلمي، والأنساب هو النسب إيه؟ العرقي. وعلشان كده الأسانيد دي شيء مهم. الإمام الشافعي كان يقول إيه؟ من طلب العلم بلا إسناد كحاطب ليل، ربما أخذ الحطب ومعه أفعى. شفت كلام الإمام الشافعي خطير إزاي؟ من طلب العلم بلا إسناد كحاطب ليل، أخذ حزمة الحطب وفيها أفعى، ثم تلدغه قبل أن ينتفع به، يوم أول ما يؤتى من علمه الذي حصله فيضل ويضل. وقال لما تجد عالم أخذ العلم عن طريق الأسانيد المعتبرة وتلاقيه داعي بدعة أو تجد عنده زيغ. كل العلماء اللي زاغوا وضلوا أخذوا العلم من الكتب بغير قراءة على المشايخ، وده من أخطر ما يمكن. وغيره قال من طلب العلم بلا إسناد كمن أراد صعود السطح بلا سلم، هيهات أن يصعد، يعني لا يستطيع أن يرتقي ولا أن يصل إلى مقصوده أبدا. فالإسناد هام، ولذا يجب على كل مسلم أن يطلب العلم لا من الكتاب. بل كثير من علماء الحديث كانوا يحرمون رواية أحاديث النبي، أنك تقول قال رسول الله ولو من البخاري، إلا أن تصحح نسختك على إنسان له إسناد صحيح، وإلا تبقى كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. تصور قد إيه؟ يعني حتى لو جبت من المطبعة صحيح البخاري وتقول أنا راجل بخطب الجمعة بقى، أما أحفظ حديث اثنين من صحيح البخاري مفيش أحسن من كده، وبعدين أشرحهم للناس على المنبر. كثير من العلماء قالوا إن لم يصحح نسخته على مسند، على مسند قد يكون فيها خطأ، كأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينطق الحديث غلط. يعني لسه أنا بسمع إذاعة القرآن الكريم من يومين، وراجل دكتور من الأزهر من المشاهير بيتكلم على حديث، فبيقول إيه؟ حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك. أول ما سمعت منه البناني عرفت أنه ملوش إسناد للمشاهير، لأنه اسمه البناني مش ما اسموش البناني. يبقى هو جاب الكتاب وحفظه وخد الشهادة وبقى دكتور كبير في الأزهر وبيدرس للطلبة بلا إسناد، ما عندوش إسناد، ده صحفي. فده ما ينفعش، ما تستفدش بيه، ولا تجد حتى الحديث يخرج من فمه منيرا، تجده عليه. ليه؟ لأن صاحب الإسناد ده بيخرج الحديث منير بإيه؟ بسلسلة الإسناد. كفاك أن شرفا أن تنتظم في سلسلة أولها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي سلسلة بتلاقيها كلها أكابر، دي شرف ما بعده شرف. الإمام مالك كان يقول طلب علو الإسناد، مش الإسناد المطلقة، لا ده علو الإسناد، طلب علو الإسناد من الدين. يعني مثلا لما تسمع أن فلان بيحدث عن فلان صحيح البخاري، وفلان اللي بيحدث عنه ده عايش، يقول لك استحسن كمان تروح لشيخه طالما لسه عايش، يبقى اسمه علو إسناد. شوف قد إيه. أنت نفسك لما بتيجي تكون عيان مثلا، نسأل الله لنا ولك العافية، وبعدين تسأل مين أشطر واحد في العملية الفلانية، يقول لك فلان ده أستاذه اللي علمه العملية دي فلان. لو عرفت أن أستاذه عايش هتروح لتلميذه وهيصحتك بدنك، تقول لا ما أنا أروح بقى للأستاذ الكبير بقى اللي علم، مش كده برضو؟ ما بتروحش للتلميذ إلا إذا كان أستاذ مسافر أو مش موجود أو مات، مش كده برضو؟ ده في أمور إيه؟ الدين، العافية البدنية، فما بالك الدين وهو أهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ دينك دينك لحمك ودمك. شوف زي ما تحافظ على لحمك ودمك تحافظ على دينك بل أشد.